تم مؤخرا تدشين الموقع الرسمي للملتقى الحكومي 2016 الذي سيقام بعد غد الأحد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد المدير التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أن الموقع يلقي الضوء على محاور أو أوراق العمل الملتقى، وأن العمل مستمر على تحديثه وإضافة معلومات مرتبطة بالملتقى يوميا. الموقع الرسمي طبعا يعتبر مهم جدا لأي فعالية، لأن ممكن استقاء المعلومات الدقيقة والصحيحة من خلاله. مثل ما نعرف هذا المنتدى يعني يتم تنظيمه تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء موقر، وهناك اهتمام كبير حقيقة من قبل جميع الموظفين والمواطنين بهذا المنتدى ومخرجاته. حاليا طبعا الموقع يحتوي على محاور الملتقى الحكومي، إضافة إلى جميع المتحدثين واللي هم يعتبرون يعني نخبة من كبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. الموقع راح يزود بآخر التطورات المتعلقة بالمنتدى، تفاصيل أوراق العمل، جميع يعني الورش التي راح تعقد، وجميع المحاضرات وأوراق العمل راح تكون موجودة على الموقع، إما من خلال التسجيل أو يعني الفيديو أو من خلال حتى أوراق العمل الموجودة.